لو الحكاية فيها إن فيتو، أنا كنت أعرف كويس أوي إن هما يعني بيعرفوا حاجات كتير ومعلومات عندهم متلتلة، لدرجة إن في واحد مسؤول كان في المانيال كانوا استدعوه وبعدين قالوا له يا أخي قول للقيادات بتاعتك كفاية تصريحات وكفاية ورق بيتكتب وخطط وبرامج، لأنه المعلومات اللي عندنا بتملي زكاين بس في مكان، وإحنا شرقنا من كتر المعلومات الموجودة عندنا، مش عايزين معلومات كفاية لحد كده. فالجماعة كانت بالنسبة لجهاز مباحث أمن الدولة كانت كتاب مفتوح تقرأه في أي وقت. لكن المشكلة كانت فين؟ المشكلة كانت في قيادة الجماعة التي كانت تتخيل وتتصور في لحظة ما أن جهاز مباحث أمن الدولة لا يعلم عنها شيئا. هي دي المشكلة، يعني في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والسماوات المفتوحة إلى آخر، هذا كله جهاز قاعد بيجمع معلومات إلى آخره طوال سنوات، يعني عيب جدا إنك تيجي في وقت تقول لا ده ما أعرفش حاجة. عدم يعني تقديرك لقوة القسم وإمكانات القسم وإيه اللي يقدر يعمله إيه اللي ما يقدرش يعمله، ده في حد ذاته كان كارثة. ودي كانت مواكبة للإيه؟ لكل مراحل الجماعة، حتى انهيار الجماعة أو حتى انهيار حكم الإخوان في 30 يونيو أو 3/7. نعم. الفكرة اللي هي حضرتك قلت عليها فكرة السمع والطاعة، هل نقدر نقول إن مبدأ السمع والطاعة عند الإخوان تم استخدامه بطريقة خاطئة فكان سببا لسقوط الجماعة، هذا سقوط الدولة؟ طبعا بالتأكيد. أصل شوف، المفروض أنه السمع والطاعة نمرة واحد يكون في المقابل. المقابل إيه؟ مقابل شورى. يعني أنا مش ممكن المجموعة دي أدلها أوامر أو أوجه لها تعليمات تروح منفذها كده فورا. لا، لازم انا اجي اقول له يا عامر ايه رايك في كذا، يا ايه رايك في كذا، يا كذا، لازم ياخد ودي وياي. طالما تمت مناقشه وحصل فيه موافقه قناعه وموافقه خلاص يلا نفذه، ويبقى في هذه الحاله التنفيذ هيبقى على احلى وافضل ما يمكن. مش بس كده، هتنالوا البركه في الايه، في الشورى، لأنه تجنيب الشورى العمل الحقيقة أوقع الجماعة في كثير جدا من الأخطاء وكثير جدا من ليه؟ لأنه ما فيش حد بيحاسب حد، ما فيش حد بيقول لفلان تعالى أنت قلت كده ليه وعملت كده ليه وصرفت الفلوس دي فين وفين وفين، واخد بالك؟ وبالتالي فكانت هناك فئة لا أحد يحاسبها، لا أحد يراجعها، لا أحد حتى يحاكمها. ودي كانت بقى قضية مجلس الشورى. بما أن مجلس الشورى كان يعني هو نفسه الجهاز التنفيذي في الجماعة، فضلا عن أن ال 15 اللي بيتم اختيارهم بيختاروا من قبل مكتب الإرشاد وانتقاء، وبالتالي فكان مجلس الشورى في حد ذاته مع الجهة التنفيذية، مع المكتب الإرشاد، ومع المرشد، وهكذا. وبالتالي لم تكن هناك شورى حقيقية. الأمر الثاني أنه في ظل القمع والملاحقة والمطاردة والمصادرة إلى آخره، ومخافة أن تقع بعض المعلومات لدى أجهزة مباحث أمن الدولة، فكان بيقصر معلومات معينة عن مستويات معينة، والقاعدة إنه اللي ما مش هتستخدمه في دائرة عملك يبقى لا علاقة لك به من قريب أو من بعيد. فكان عندك أنت جماعة موجودة لكن إيه اللي تعرفه هي عن هذا القرار وحيثياته والأسباب التي أدت؟ مفيش. حتى مجلس الشورى ذاته. نعم.
سؤالين قريبين بعد اذن الاستاذ. السؤال الاول، هل كنت تعلم ان هناك ما يشبه ميليشيات داخل الاخوان او تم تجديد النظام الخاص؟ السؤال الاولاني. السؤال الثاني، كيف قد ترى مستقبل هذه الجماعه؟ شوف، اولا الجهاز مباحث امن الدوله بما تيسر لديه من معلومات وامكانات كان يعرف عن الجماعه كل حاجه. لو حصل مثلا لقاء في شقه فلان، يقدر يقتحم هذا المكان ويقبض على، وده كان بيعوق الكثير من اللقاءات، كثير جدا من الايه الاجتماعات. حتى ان احنا كنا يعني نغير مواقع، نغير تليفونات، نغير وهكذا. اساليب حتى الاجتماعات بتاعتنا كنا ايه، كانت تمشي في منحنيات و منعطفات، وما تمشيش في خط ايه واحد، وبدل ما تتعمل النهارده ممكن تتعمل ايه بعد 3-4 ايام وهكذا، لانه اللقاء ده اتكشف، لانه اللقاء ده اتعرف، والى اخر هذا كله. لكن برغم هذا كان في بعض او الكثير من الحاجات كان بيتكشف وكان بيتم القاء القبض على اصحابها. فكون انه كان في ميليشيات، لا مستحيل مستحيل على اي نحو من الانحاء. لكن انا اقدر، وده له علاقه بالايه؟ مساله النظام الخاص. هل كان في نظام خاص؟ لا ما كانش. لكن ايه القضيه ازاي؟ القضيه ان انت عندك امين. امين الجماعه هو همزه الوصل ما بين المكتب والايه والافراد والقيادات بطبيعه الحال الوسطى والدنيا. في كثير جدا من الامور كانت بيوصلها او بيستطيع الامين انه يوصلها للافراد، وفي اشياء اخرى ما كانش بيقدر. عن طريق مين؟ عن طريق ما نسميه احنا بالمساعدين. يعني انت لو عندك 7 قطاعات، جنوب الصعيد، شمال الصعيد، وسط الدلتا، غرب الدلتا، شرق الدلتا، الشمال، وهكذا، عندك 7 ومناطق مساعدين.